صاروخ لا يقهر، هكذا وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سرعته تفوق سرعة الصوت بخمس مرات. لا تستخدمه موسكو سوى للأهداف الهامة بحسب وزارة الدفاع البريطانية، ومنذ يومين فقط استخدمته في الهجوم على أوكرانيا. إنه صاروخ كنجال. كنجال بالروسي أو الخنجر بالعربي، صاروخ باليستي يطلق من الجو ويصل مداه وفقاً لمصادر روسية رسمية إلى 2000 كيلومتر. سرعته تتجاوز 6000 كيلومتر في الساعة، وهذا ما يجعل رصده على أنظمة الرادار صعباً. وبحسب الخبراء لا يوجد رقم ثابت لقياس سرعة الصوت، كونه يعتمد على متغيرات كالوسيط ودرجة الحرارة، لكن يمكن أن نقارن الصاروخ هذا بطائرات الكونكورد الفرنسية، فالكونكورد كانت قادرة على الطيران بضعف سرعة الصوت، بيد أن هذه الصواريخ قادرة على الطيران أسرع من الصوت من 5 وحتى 10 أضعاف. تم تصميمه من قبل معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية في عام 2010، لكن لم يدخل الخدمة التجريبية إلا عام 2017، واستخدم ميدانياً للمرة الأولى عام 2022، حيث استخدمته روسيا لتدمير مستودع أسلحة في أوكرانيا. يتم إطلاق هذه الصواريخ من الجو عبر مقاتلات ميج 31 في أغلب الأحيان، لكن هذا لا يعني أنها لا تطلق من السفن وأحياناً من الغواصات، وهي قادرة على حمل رؤوس نووية. ورغم القدرات الخارقة للصاروخ، لكن أوكرانيا نجحت بإسقاط 10 نماذج منه. ففي أحدث هجوم روسي نشرت أوكرانيا صوراً تقول إنها مخلفات للصاروخ على الأرض، واستخدمت في صده نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت الذي يتمتع بأنظمة رادار ذات كفاءة عالية.